السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. ثم تتشوفوا هذا الفيديو هذا اللي هو اليوم عندنا محنشة باللوز اللي تجي زوينة، تجي رائعة وسهلة. المكونات راهي بسيطة، اللي هو اللوز بغيتو تقليوه وطحنوه. انا راه شديت اللوز قليته وطحنته، اللي هو هذا. شديت مثلا نص كيلو هكايا، قليته دهنته بشوية ديال الزيت باش يجي بنين، وقليته في الفران، خشيتو تصهد واحد 10 ديال الدقائق، وجبدته وطحنته. وباش تنسهل العمليه ما كانش عندي اللوز بزاف، خديت هذا اللي مطحون اللي تيتشرى جاهز، وانا نخلطهم بجوج. وعندي المجموع عندي كيلو، غنديرهم بجوج. اللي عندي كيلو ديال اللوز، وعندي نص كيلو ديال الزبده. الزبده اللي دقبتها هذا كاس، والكاس الاخر ها هو درتو هنا اللي غنورق به. وعندي هنا تقريبا جاي كاس ديال الماء الزهر، اونص كاس، داكشي تيبقى على حساب الخالط. معلقه ديال القرفه، هذا كيلو ديال العسل، نتوما ديروا غير رابعه. داك تو تديروه مثلا المحلات او الناس اللي تيبغيو داكشي حلو، ديروا كيلو في الكيلو، سواء البقلاوه او المحنشه بحال بحال. انايا هذه ديال تمره بغيتها حلوه، غندير كيلو. ولا درتوه للدار باش ديروا الحلاوه تنقصوها، حاولوا من الكيلو حقدوا ديروا نص كيلو، او ديروا كيلو قل ربع. ولا تتبعوا الحلاوه ديروا كيلو. واللوز اللي انا عندي كان هك، مثلا اللوز اللي كان هكا راه شديته دهنته بالزيت وخشيته في الفران 10 ديال الدقائق، وجبدته طحنته. وعلى الزيت وعلى هذا غندير هذا قريفه، وعفوا السكر اللي ما ذكرتوش، اللي هو كاس ونص ديال السكر. درت كاس ونص، وانتم ما تطلبوش الحلاوه مثلا ديروا غير كاس. تنخلطوا القرفه باش تتخلط لينا، وضروري هذا نخليوه للتزيين، اللي هو اللوز افيلي للتزيين، والعسل حتى هو نديروه في جناب للتزيين كيف تتشوفوا. ونخلطوا هكايا هادشي ديالنا يندمج حتى البقلاوه تجي تنديروا لها هكايا. تقريبا عندنا تقريبا نفس تقريبا هادشي هاد الخليط هذا تنديروا للبقلاوه. وعمر ما نكبوا ما الزهر هنايا، يعني نكبوا الزبده ديال الكله اللي هو كاس. نحاولوا نبلوا هادشي مزيان بحال الا تنديروا الكسكسو، نبسوه مزيان بالزبده. ولا تتبغوا القرفه ديروا نتوما جوج معالق، انا درت غير معلقه صغيره حيت هذوك النصارى ما ديروش قرفه بزاف. حنا العرب عز عندنا ما الزهر، تنديروه كون نشوفوا ونخلطوا حتى هو نبسوه مزيان ونخلطوا. وهذا اقتراح عطيته لكم، انني حاطه البقلاوه وحاطه المحنشه في القناه ديالي، شحال من مره حطيتها بالكاوكاو وباللوز. وهذا اقتراح عطيته لكم، حيت انا تنخدم هذه الحلوه بعد مره تنخدمها للناس، ماشي دائما مره مره. راه مزيان المره تخدم، ومزيان المره يكون عندها فلوسها، هادو ديها على صحيحه. فلوسها اللي تكون عرقت فيها ونشفت وخدمت فيها، راه لا شدت الفلوس في يدها خسرتهم، لا تتخسرهم وهي فرحانه لانني حلال وديولها. راه ماشي تنقول لكم راه الفلوس راه اللي تعطيكم راجلكم حرام، وهذه لا بالعكس. اللي خدمتي في شي حاجه وشديتي فلوسها تتفرحي بهم كتر. البنات اللي مجربات يردوا عليا، البنات اللي مجربين الخدمه تيشدوا فلوسهم، بغاو يصدقوهم يصدقوهم، بغاو يعطيوهم يعطيوهم، بغاو يشريو شي حاجه هما فرحانين، فرحوا ولادهم فرحوا دارهم، واللي تعاون مع راجلها. واللي هذا انا ما تنخدمش دائما، غير مره مره جا واحد الوقت اللي انا بغيت نخدم، بغيت زعما نتحرك، بغيت ندير شي حاجه. بقيت واحد المره قالت لي علاش ما ديريش الحلوه. مثلا سيمانه 15 يوم بعد المرات الشهر، عندها هذه المراه عندها بولونجي، وتدير عندها عيله خوتها، داكشي تيخدموا لها ملي تيمرضوا لهم الوليدات، راكم عارفين. تتقول لي واش ديري لي ممكن. تنقول النهار اللي تلقاني مساليه ونبغي تنقول لها مرحبا، حيت انا ما نقدرش نخدم، واخا بغيت نخدم دائما راه انا عندي مسؤوليه، راه انا السند الوحيد في الدار، راه تنخرج راه تنتقدى، راه مقابله كلشي، راه انا عندي مسؤوليه في الدار اللي هي كبيره، خاصني انا من يعاونني. ولكن درت مجهود كبير حتى انا بغيت ندير شي حاجه، وفرحانه بهذا الشيء اللي تندير. وردوا عليا البنات المره اللي بحالي مكافحه، وتنبغي نشترك معكم كل شيء وما نخزن عليكم حتى شي حاجه. نعاود نبسس هذا، نزيد هذا ماشي مشكل، نزيد كل شيء صافي، تتبان لينا داكشي داير ندامج مزيان. وتنوصيكم مع عمر الواحد اللي بغى يدير الواحد شي حاجه يكون مقتنع بها. انا هذا الشيء تندير، انا مقتنعه به، مقتنعه
تنخدم مرة مرة الحلوة، تنعاون راسي، تنشري شي حاجة، تنفرح، مقتنعة درت القانة، ما تندير شي حاجة اللي ما تديرش، وما تندير شي حاجة اللي ما تتعجبش، وما تندير شي حاجة اللي ما تبغيش الله سبحانه وتعالى، وتندير داكشي تيفرح الناس وتيشكروني. مثلا شتي غير 10 الناس لا شكروني، قالوا لي درنا البيتزا جات زوينه، درنا البقلاوه جات زوينه، درنا الحلوه جات زوينه، راه تنفرح. وهذاك الشيء تلقى فيه العجر صافي، من تبان انه كتبست مزيان. وهذا ما تقولش الا كانت مثلا بقلاوه ما تفزقوهاش مزيان، من الاحسن خليوها شويه المحنشه، ماشي مشكل، واخا ديروها كتبان لكم بحال تجمع. ولا كانت بقلاوه من الاحسن تكون شويه ناشفه، حيت البقلاوه غادي تجي مدقصه. صافي، وندوزو نسرحو الورقه ديالتنا. تندوز الورقه تنحلها. هاد الورقه هادي لا بات فيلو اللي تجي في المحنشه، والبقلاوه غندير ورقه فيها 470 غرام، نحلها كيف تشوفوا. والواحد اللي بغى يدير شي حاجه خصو يكون مقتنع باش النفسيه ديالو ما تعياش وما يملش، خاصه شويه ديال الصبر ضروري، شويه ديال الصبر الواحد يقتنع. خاصه الحاجه اللي اقتنعتي بها وتتديرها راه تديرها ونفسيتك مرتاحه، وتتكون تتكون زعما نتايا مطمئن على راسك، راه تدير شي حاجه اللي زوينه ونفسك باغيها، دونك ما تتعياش. صافي، تنسرح الورقه ديالتي هكايا، وندوز غنحطها هنا على جنب ونرجع معكم. نبدا تنجيب ديك الورقه ها هي مسرحه كيف تشوفوا، الورقه تنسرحها اللي هي هكا تنسرحها. تنجيب هاد العود ديالي اللي تجيني مقاده العود، ونبدا ندير هكا. مثلا ندير هكايا، بغيتوها رقيقه قدوا، بغيتوها غليظه ديروا. الا بغيتوها رقيقه ما تقدوش، بغيتوها غليظه. المره باغيها الماحل نديرها شويه غليظه، وكاين اللي تيرشها، الا بغيتوها للدار غير رشوها. مثلا عمرو هكا هذا البوده ديالنا، هذه الزبده تنديرها هكا في القرعه تجيني ساهله، تترشوا هكايا ما تقدوش غير قياس. تنجيو تنديروا هكا، راهي ساهله واسهل حاجه هي هذه. هانتوما انا راه تنزرب غير ما تنوريكم زعما ما تنزربش معاكم. هانتوما تديروا داك البوده ديالكم هكا تلويو، شتو هانتوما ساهله صافي. وهذا الا بقى لنا شي زياده ندخلوها، ما بقاتش ماشي مشكل، ونجمعوها هكا. المحنشه ديالتنا هادي موجوده، شوفوا كيفاش دايره. ونجيب الصينيه ديالي دهنتها بالزبده، الصينيه دهنتها بالزبده، ونجيب داك البوده ديالي هكا نحطو هنا، شوفوا كيفاش تجي صافي. نبقى نحطو نستمر ونبقاو غاديين حتى نكملوهم. هانتوما شوفوا، بعد ما كملت الصينيه ديالتي غادي ندوز ندير الزبده هكايا. الزبده اللي دايبه تجينا ساهله، والزبده راه ملي دقوبتها راه صفيتها من الماء. وندير واحد البانسو هكايا مزيان كيف تتشوفوا. وهذا اللي بغاها اقتصادي انا، حتى ندير المحل داكشي شرا كيلو ديال اللوز. اصلا ما دايرش غير هذا، عندي 14 رولو بحال هذا اللي خرجت لي. انا درت واحد البلاطو صغير ودرت هذا، خرج لي 14 رولو في الكيلو. راه تبارك الله من تتعبروه مثلا راه تيخرج لي 3 كيلو، وتقريبا بعض المرات 3 كيلو، وبعض المرات 3 كيلو نص على حساب واش غلطتها واش رقلتها واش داكشي تيبقى. وحتى البقلاوه تنقلي اللوز وتتطيب عاد تنديرو. درك لقيت هاد القاديه اللي ساهله، وندير هكا خطوطه، ندير 4 باش مثلا ما يقطع هكا، باش ما تقطع الحلوه هكا كيجي فيها خطيط. هادي هكا خطيط، انا غنوريكم كيفاش. تديرو هكا عاوتاني خطيطات اللي تجي ساهله، ونقطعوها وهي خضره. كنت تنقطعوها وهي طايبه، من الاحسن قطعوها وهي خضره. ملي تقطعوها وهي خضره باش تتشرب العسل وباش تسهل عليكم حتى في القطيع. ونديرو هكا خطيطات وصافي، تيجيونا هكا الخطيطات باش مثلا نبغيو نقطعو. مثلا نقطعوها هكا من النص، نحاول نقطعوهم قد قد باش يجيونا قد قد، وتنديروه هكا مثلا نقطعوه باش يجيونا 4. حيت هادو المحلات ولا كنا بغيناها مثلا للدار نرشوها من الفوق ونقطعوها، اللي تيجيو هادوك لي بوشي صغار ولا هادي ديال المحلات والبنات اللي تيبيعوا. راه قلت لكم هاد الفيديو، سمحوا لي البنات اللي تبغوا ياخذوا خبره، يبغوا. انا ماشي خبيره ولا بداعه ولا شرايه، ولكن حاول زعما
نعرفت انا بحال الناس، راه حاولوا ما رضيتوش بالكم، الناس راه ياكلوكم الله يهديهم. والله انا جربت، واللي ما هذا تقدروا ديروا مسطره وتعبروا بها. ما تقريبا انا حافظه العبار تقريبا ديال البلاطو ديالي باش يجوني تقريبا ضروري. بعد المرات تنجي شي صغير شي كبير. نشوفو هكا عيننا ميزانة، راه تيبان العبار. هادو المحلات تيبغو هكا كبيرة قد الصبع، وانا زعما راه واخا بغيت نخدم مثلا الوقت ديالي ما تيسمحش ليا نعدي مسؤولية اخرى من غير الخدمة هادي، غير ملي تنبغي نعاون راسي وهذا شوية وصافي داكشي، حيت ما نقدرش نخدم، ما نقدرش عندي خدمة اخرى. وانا عطيتكم هذا اقتراح، وفدت البنات اللي هما مساكن في اوروبا بحالي والوحدانية، وهذا تعمري راسك بهادشي وتعاوني راسك، وحتى تفرحي مع العيالات اللي ما خداماتش، ونديروها في الفران اللي على درجه نشعلوه 5 دقائق قبل، وعلى درجه 190 بحالها بحال الحلوه. وملي طيب هي سخونه تنسقيوها بالعسل بارد ومنديروها في الفران نحضيوها. على داكشي حساب الفران شي طيب دغيا ولا لا، ضروري ردوا ليها البارد دغيا تقريبا تتشقط. خرجتها من الفران وهي سخونه، وغادي نسقيها بالعسل اللي هو بارد. داك السيرو ديال السكر ديرو، ما درتش العسل كله، خليت نصو حيت مازال باقي عندي ندير هذا نعسل حلوة اخرى. تنعاودو ندكزو فيها الموس هكايا باش يتقطع لنا، ندكزو فيها الموس كاملة، نبداو نهزو هكايا معايا هادو اللبلة. صافي كنديرو هكا في الكويغل كيف تتشوفو هانتو. هالحليوات ديالنا كوغطتهم ودرتهم، شوفوا كيف تيبانو، تيبانو زوينين تيشهيو. تنتمنى من الله نكون فدتكم، ولا هدرت بزاف راني حاولت نفيدكم، وداكشي اللي هدرت معاكم بحال اللي انايا معاكم كلشي قلتو تقريبا. مره مره نبقى هكا نعاود لكم حويجات، وتنتمنى من الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.